السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. والحلقه ديال اليوم غنتكلموا على غلاء الاسعار. بقاو معنا في الحلقه هذه. ديت 100 درهم جبت كوفه بلاستيكات خاوين، ديت نمره 100 درهم قالت لي مشي تسخر بيدك. تزادت درهم كنزيدو، تزادت جوج درهم كنزيدو، تزادت خمسه درهم كنزيدو. لو كنا حسينا به ترى نضنا نهض. ما عنديش باش نتسخر، واللي كنمشي نحاديها ما كنقدرش نشريها. وهادشي كامل دايرها الشتا ولا الله اعلم ولا دايرينه هما، والله ما فهمت. هو مسؤولين واخا تعيا تعطيهم الرسائل. اللي في راسه هو اللي في راسه، حتى واحد ما كيحس بينا. الدوله وهذه وهذه لا ما نقدرنا مبيطاله، ما خلونا نقدر راسنا مبيطاله. الحمينسه البطاطا دابا كتبان لنا بحال كيفته. عزازت. الله العظيم كنا هي كنسيبوها. هشام تبارك الله. الله يجار يجيكم بخير، الله يقوي منكم بزاف. بوبري كيعيش على قد الحال، كيمشي يجي 100 درهم مبني، يجي 100 درهم تحمل، تيجي 100 درهم كذا، ولات 100 درهم ما كتبها لي والو محمد اخ. ما بقينا كنعرفوا باش نعيشوا. انسان دابا اللي كاري وعنده الموضه وخمسه د الاول ما عنده باش يعيش. خصو يخرج يسعى، يقولوا بالكتفين ديالو بحال بغال هو كيخرج يسعى. خرج يسرق بوبري ما كاينش الخدمه، يقولوا خرج يسرق هو كتفين ديالو بحال بغال وخرج يسرق. لان الدوله ما عطياش لهذا الشعب هذا شي حاجه باش تعيش به، باش تزيدوا في مسائل هذه الاسعار هذه. علاش هذا الشيء هذا؟ خصنا نعرفوا علاش. واش هاد الناس كتزيد بالشعب ديالها القدام اولا كترجع بها اللوري؟ ما عرفناش. خلوا الانسان كينعب حدا كرشو، كيفكر في كرشو. الناس خلات الشعب ديالها كتصنع كتعمل شي حوايج اللي شي ابداعات اللي هما بخير مضاخمين مع راسهم اللي الناس كتبدع فيهم، وحنا خلونا كنبدعوا حدا كرشنا. ولدك ما كتقدرش دابا تهضر معاه، كتدخل عند ولدك كخصو يقرا كيقول لك ابا انا كداشي، كتقول له انا كنجيب لك بطاطا با، خصني سبردينا، خصني كذا، خصني السروال، خصني كذا. باش باش هذا الراجل اللي يخرج بوبري بيه هو نهار كامل في السوق يتجرجر، يجي 150 درهم اللي يمشي يجيبها البطاطا ب 1000 فرنك و 2000 فرنك، ويجيبها الجداد 24 درهم من فوق ب 4 و 5 طالعه كل 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 نهار كل نهار، ما كاينش شهر عام. هادشي هذا بزاف اخاي. اخر مره مشيتي للسوق تسخرتي؟ اخر مره مشيت للسوق تسخرت هادي اسبوع نهار الاربع. نهار الاربع شريت بطاطا ب 9 درهم، شريت ماتيشا ب 9 درهم، شريت الجعده ب 7 درهم. ديت 100 درهم جبت كوفه بلاستيكات خاوين، ديت نمره 100 درهم قالت لي مشي تسخر بيدك. ما يمكنش يمشي نتسخر انا بهاد 100 درهم، ما عندها ما تعمل لي. واخا كايا ويزيرو انا عيشو انا عيشو، ما خصنا فروطه ديالكم، ما خصنا لحوم ديالكم، ما خصنا والو ديالكم، خصنا غير السعاده. ما عندنا بخا الويرات تشطح علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. احسن يوسف العالم. الله يعزك اخي. خي يوسف مجوج. مجوج اخي مولا وليدات. تبارك الله، الله يخليهم لك. الله يحفظك. الى قصدك غير الاسعار شنو عامل فيك اخي يونس؟ ما عامل فينا والو، ما حسيناش به، عادي الامور. لو كان لو حسينا بها كنا غنمشيو ونهضروا عليها، حنا ما حسيناش به. كتجينا مسائل بسيطة، تزادت درهم كنزيدو، تزادت جوج درهم كنزيدو، تزادت خمسة درهم كنزيدو. لو كنا حسينا به ترى نضنا نهضروا. حنا جالسين ما كاين لا بيع لا شراء لا والو، كنضربوا نهيوار جالس. بزاز منك كتمشي تجيب ديك بطاطا وماطيشه وكلشي، عادية الأمور. بقى ما دخلتش الدقة صحيحة بلاتي، واحد باقي يزيدونا أي واحد العام بحال هيدا نعرفوها، دابا ما غنعرفوهاش. السلام عليكم الحيمو. وعليكم السلام إبراهيم، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. مزيان، مرحبا بك معنا. إلا قلت لك الحيمو كتمشي للسوق تسخر. إيش ماش نمشي نتسخر، ما بقيتش كتسخر، ما عنديش باش نتسخر، واللي كنمشي نحاديها ما كنقدرش نشريها. واش أنا بطاطا 10 درهم غنشريها، أش عامل بيها؟ ما قدرتي وليدي، كلشي غالي، كلشي كاي، والسوق هنا كتشوف عندنا السوق خاوي ما خدامشي، وديك البار كنتفتحوا مره لا خايل الله يرحم والديك، واش غنتسخروا؟ يلا قول لي باش غتشري بطاطا وماطيشه دابا؟ ما عندناش موجود الله، زعما الغالب الله، راه المسكين ما باقيش ياكل شي حاجه، البطاطا اللي كان باقي كيلحقها المسكين ما بقاش كنقدروا نلحقوها دابا. صافي البيع واقف قلتي. البيع واقف مره والله قليل في الايامات اللي كانت فتحوا دابا ما كاينش. مع هذا السوق هذا الحبيب ديالي انت هنا كتشوف، الا شي محسنه اذا قال ديك الدراري واش مشينا عندهم نقدي، من عندهم شي بياسه كتجي مسكينه كنعزوا عليها. اللي عنده ثلاثه واربعه العواور راه ما بجوا الله يكون في العون في الديور. ماشي اخر مره مشيتي للسوق؟ والله قسما نحلف لك بالله، قسم بالله الا اكثر من ثلاثه سيمانات ما هوتنا السوق، ثلاثه من الاسواق دابا، الحد والخميس والحد ما هوتش السوق، ما كنهوتش، كنجي نمشي بحالي، ما عنديش نتسخر. ومع انها وتسخر شحال تبان لي انا 50 درهم تسخر لي؟ ما عاد جيب لي والو. شحال غنجيب بها؟ جوج كيلو بطاطا مشي بحالي، ما نشري حتى حاجه مشي بحالي. ما كان نعملوا البيصار هذيك اللي باقي قادرين عليها. البيع والشراء كان مزيان، كان فيه الانت كندخلوا، وحنا كنمشي نتسخروا كنجيبوا باش نتسخروا، وعاد المساكن باش تدي فيه 50 درهم 100 درهم عاد تسخر لك. دابا خصك تخرج 50000 باش تجيب عاد بطاطا وماطيشه، خصك تدي 50000.
الفروطه بلا ما نهضروا عليها. الفروطه هذا الفروطه ماشي دوجه هنا، لا ماشي دوجه هذيك عاد. شنو هي الرساله ديالك اللي سوجها المسؤول؟ المسؤولين كنقول لهم الله يهديهم ويشوفوا في هاد المساكن، يشوفوا هاد الدراويش مساكن، ولا كانوا هما كيربحوا 5 و6 دنايل في الشهر، حنا ما كنربحوش حتى 50 درهم في النهار، والله ما كندخلوها. ويحس خصهم يحسوا بخوتهم الدراويش اللي ما كيجبروش ما يعطيون ولادهم. عبد الرحمن تبارك الله. الله يرحم والديك اخي ابراهيم، الله يعزك الخاو. عبد الرحمن غير اسمح لي غنسقسيك، شحال ونسينا مجوج؟ دابا شي 4 سنين اخي ابراهيم. غنقول لك العام الاولاني تجوج من العام دابا، شنو نسبة الدرب غير الاسعار عندك في الدار؟ كلشي يا الخاوة ديالي كلشي، بطاطا 12 درهم، ماتيشة 1000 فرانك. الله يا اخي ما كنقدوش الى المعيشة، المعيشة غالية على الدرويش زعما، بحالنا إذا في الشانتي خدام ما غالية عليه المعيشة. كاين اللي كاري الله يحسن العام، حنايا الحمد لله ما كاريين ما والو، كاين بنادم مضروبه فيه تصلع طم كثار منا اخي ابراهيم. شحال هادي شحال كنتي كتسخر في السوق مثلا؟ شحال كنتي كتمشي للسوق شحال كتخسر؟ كتمشي للسوق 100 درهم كتجيب لك زداده والخضره القهوه ديالي، دابا 100 درهم كتجيب لك عيب بطاطا وماتيش. بلاستيك خاويه، ما خصك تسخر السخرة كاملة، خصك تضرب على واحد 400 درهم. خاي احمد تبارك الله عليك. الله يحفظك والله يعاونك على هذا المشروع الباسط اللي عامل. يعزك بخير. خاي احمد مجوج. مجوج. غنعاود لك كيفاش مشى الحال، كيفاش مشى المسؤولية في هذا غلاء الأسعار مؤخرا؟ صراحة الله راه حنا كنعاني صراحة. كل شيء غالي. اللي مشيتي لها غالية، اللحم غالي، الحوت غالي، الخضر غالية. فروطة غالية صراحة الله، راه ملي كتجي تتقدى كتلقى واحد جوج الميكات في العشية، واحد شوية شوية كيقول لك 80 درهم 100 درهم، حتى كتضرب نهار كامل يلا كدي هذيك 100 درهم أو 80 درهم. في العشية كتمشي للدار جيب الحليب، جيب ليكو، جيب شوية الفروطة، جيب بطاطا البصلة، كتلقى في راسك داير في واحد شوية الميكا هذيك 100 درهم 120 درهم، راسك كيسخون عليك يوميا، راسك كيسخون عليك في العشية. ما ملي كتجي هذا هو الواقع، ما عندنا فين، ما عندك فين تهرب. الانسان يلاه كيتقاتل باش كيجي. وراه هذيك المقاتله راه هي اللي كاينه، مقاتله راه خصك تقاتل باش كتلقى هذيك 100 درهم في العشيه كديها للدار، مصاب تجبرها. والله الا كاين بعض النهار كتكمل من جيبك المصروف اللي خصك تحافظ عليه، كتجيب به سلعه سيمانه باش تجيب السلعه باش كتخدم، كتلقى كتدخل في هذاك راس المال باش كتقدى للدار. اي مش ما تقولش اليوم راه انا ما قدرتش نجيب هذه ولا ما نقدرش نجيب هذه، لا قلتي ما تقدرش راه تجيك صعيبه، راك انت راجل، الراجل كيخرج راك راجل، ما تقدرش تقول لي انا ما غنجيب شي الحليب راه بزاف عليا. قسم بالله راه صعيبه. شنو الرساله ديالك اللي توجه للمسؤول؟ المسؤولين راه هما كيشوفوا كل شيء، راه صراحه المواطن، راه المواطن الصغير، المواطن ضعيف صراحه، لا راه غادي في الهويه صراحه، ماشي الهويه راه مشى الهويه، راه اللي بغى يرجعوا فيه شي شويه، ونتمنوا من الله يرحمنا وتشي كامل دايره الشتاء، ولا الله اعلم ولا دايرينه هما، والله ما فهمت اقسم بالله ولا فهمت شي حاجه انايا في هذا الشيء ديال الغلاء. نتمنوا ان شاء الله يكون على الخير، ونتمنوا احنا هذاك الخير من خلقنا، وحنا كنتمنوا الخير الخير الخير. الى قلت لكم موضوع غلاء الاسعار باش غتجاوبني؟ واش غنقول لك؟ واحد كيربح 50 درهم وبطاطا وماتيشة كتعمل 10 درهم الكيلو، ما هي 10%، ما هي 20%، ما هي 30%، اش غندي لولادي واش غنعمل؟ نخلص الضو باش غنخلص الماء، وشني غتدي؟ وعادك معيشة ناعسة، بيع وشرا ناعس على كل شيء، تا هذاك اللي غيجي يخلصك تا هو ما عندوش، تا غتعمل دابا شنو الفرق بين شحال هادي وفرق بين دا؟ شحال هذه كانت فيها شويه جد بنادم كيدي ديك البركه وكيمشي يتسواق وكذا. دابا مثلا نعطيك غير واحد البيت، مره اخرى شريت جوج كيلو د البطاطا وجوج كيلو د الماطيشه والفلفل وواحد كيلو د الحوت 60 درهم. جاوبني انت، انت ما كتديهاش كيفاش تعمل لها؟ يلاه دابا مثلا 60 درهم شحال هذه شنو كانت تجيب لك؟ 60 درهم كتمشي كتشري بعدا الخضره، كتشري واحد جوج كيلو الخضره لشي 4 ولا 5 د الانواع، وكدي واحد النص د الجداده وماشى، وتقدر تركب بها في التاكسي ولا كذا وهادي، وحنا ماشيين. دابا لا، دابا ما تقدرش. دابا الدرويش باقي لهم ما دخلوا، هو ولكن انت ما عارفش اللي كاين، اللي عطى الله هو هذا. شنو الرساله ديالك لتوجه المسؤولين؟ واش غنقول لك الشريف؟ هو مسؤولين واخا تعيا تعطيهم الرسائل، اللي في راسو هو اللي في راسو، حتى واحد ما كيحس بينا، ما كيحس بك غير الدرويش اللي انتينا معاه. شاسم كاملوا فينا ما بغاو اخي ابراهيم، بحق حنا ماشيين مع شاسم. سلاك استاذ. واش انت اللي كتسخر في الدار ولا الوالد؟ يعني انا اللي كنتسخر. ملي كتمشي للسوق كيفاش رجعت كتجيك الازمنه في السوق؟ طالعه بزاف صراحه، والله الدرويش ما عنده ما ياكل، ما يلحق والو معاهم، الله ما يلحق شي حاجه.
شحال هذه كنا عايشين فهمتي، شحال ما عندك يقدك، دابا شحال ما عندك راه ما يقدكش. دابا شحال ما عندك باقي خصك. باقي خصك اه. شنو الرسالة ديالك اللي عطيتها المسؤول؟ الله يهديهم وصافي هادشي اللي غادي نقول. خاي نبيل تبارك الله. الله يبارك لك خاي. لا قصت لك هلال الأسعار شنو عامل فيك؟ غزاوة خاوة ديالي. غزاوة بحالة ما كتتوقعش أنني وليت كنخدر بلا فوكا دابا حاليا. فهمتيني؟ كدخل ابوك للدار؟ لا لا ابوك اللي بقيت كندخل انا للدار، وهذاك انا مرت واحد المكه بمرض السكر يعني ولات 8 كناكلها، لان البطاطا رجعت 10 دراهم حاليا بصلات 8 دراهم، اللهم ان هذا منكر. ومدخول ديالك كيعاونك في هذا الشيء هذا دابا تدخل بلا ابوك للدار وتدخل؟ دابا حاليا انا خدامي على كيلو د الابوكا باش ندير الدار صحه يعني، الا طلعوا لي غير جو بياسات كان كريدي مع المستلعب باش نكمل باش ندير المدخول ديالي، اما ما كنوصل للمدخول حتى شي حاجه، بلا الكراب بلا المرت اللي عندي الساره عدوا عندي دبني ماك هذا كانوا عطاوا لي شارلو لي مورا وليت كنشري ضروري انا كنشري بيدي. فهمتني والوضعيه ديالنا في كاسارتا ديالنا كتشوف مره فرس مره نوض، عندنا صراع كبير مع الدوله وهذه وهذه، لا ما نقدونا من بطاله ما خلونا نقدوا راسنا من بطاله. ديني كنتي عند المخدر كيقول لك والله العظيم الا كنديو فيها 20 فرنك، البطاطا دابا هي البارح كانت 9 دراهم، اليوم ربما غتكون ب 10 دراهم، غدا ما نعرفش غادي تكون، حنا كنديو 5000 فرنك هي نهار كامل، يعني ملي كنتي عند الخدر كتخلي له السخره كيقول لك 90 درهم، يعني 40 درهم كنضطروا نسرقوها ما عرفناش فين غنعملوها، فهمتيني؟ هادو هو المشكل اللي عندنا. تبدلات اثمنه الخضرة فهمتي، بوطا دابا عاوما جهاد زاد فهمت بزاف د الحاجات، لا حسن لعوه الدرويش لا حسن له لعوه. وهذو الرسالة ديالك اللي غتوجه؟ رسالة الخوة الله ياخذ الحق اللي كان السبب وصافي، الله يرحمنا بالشتا. آمين. لا نقول لك أخي إبراهيم وتينا عنا عزيز. الله يرحم بابك إبراهيم. خي سعيد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الحبيب الله ينورك. خي سعيد مجوج. مجوج عليا. كتمشي للسوق. كنمشي للسوق أخ. كيفاش كتجبر المعيشة دابا حاليا كيفاش كتعايش مع المعيشة؟ الله يرزق الصبر وصافي. البصلة 7 دراهم ما فيها ما تشوف. مطيشة عاوتاني 8 دراهم ما فيها ما تشوف. دابا شويه كتبع 10 دراهم دابا 8 بطاطا بطاطا 10 دراهم اشري وها عرفتي الحمين صافي البطاطا دابا كتبان لنا بحال كيفته عزازت والله العظيم كنا هي كنسيبوها وشحال هادي كيفاش كنتي كتسخن فرق بين شحال هادي ودا بلا ما نقول لك يخلي ديك تجمر الراكد والسلام كطلع 50 درهم 100 درهم كتقضى كلشي دابا خصك 400 درهم وفين هي كايناش يا اخي انا اللي عطى الله هو هذا كما شفتوا هذه كانت الاراء ديال الناس وما تنساوش تخليو في كومونتير الاراء ديالكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.